أستاذنا الفاضل، كنا عايزين بس يعني الـ الـ الأسباب التي أدخلتك هذا الحزب. أنا بشكل شخصي أؤمن تماما بأهمية دور الشباب في المجتمع. شباب مصر في المرحلة السابقة التي قبل ثورة 25 يناير كانوا مهمشين، كانوا من الطبقة التي لا يسمع لها صوتا. ثورة 25 يناير المجيدة هي التي فجرها الشباب وتبناها الشعب وحماها الجيش. نجاح ثورة 25 يناير التي وصفت بأنها أعظم ثورة في التاريخ المعاصر يعطي شباب مصر الحق في قيادة البلد في المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق كان يجب تجميع كل هؤلاء الشباب الذين شاركوا في الثورة وكانوا سر نجاحها ولعبوا الدور الأبرز فيها في إطار حزبي يجمعهم على كلمة واحدة وهدف واحد بدلا من الفرقة والشتات. وأتصور أن حزب الثورة هو الأنسب لهؤلاء الشباب للعب دور حيوي وهام في المرحلة المقبلة. فقط مطلوب أن يكون للحزب استراتيجية وهدف واضح ومحدد، وأن لا يتحول إلى حزب على الورق أو حزب هلامي كبقية الأحزاب التي عانينا منها سنوات طويلة، وهي كلها أحزاب كما وصفت كرتونية لم يكن لها أي دور في الحياة السياسية، بل بالعكس كانت تمثل ديكور للحزب الحاكم. شباب الثورة مطالب بأن يلعب الدور الحيوي والهام وأن يكون في مستوى المسؤولية، مش مجرد أن الشباب فجر الثورة ونجحت الثورة أن يتوارى مرة أخرى ويهدأ مرة أخرى. الثوار يجب أن يظلوا في حيويتهم في نشاطهم، يجب أن يكونوا في مقدمة الصفوف. كفانا حكم العواجيز اللي عاد مصر سنوات طويلة إلى الوراء. سيدعم هذا الحزب؟ أنا حقيقة لا أعرف من سيمولها، لكن أتصور أنه هيكون تمويل ذاتي. يعني هو الدولة في قانون الأحزاب الجديد ألغت دعم الحكومي، لكن أتصور أن الشباب سيجد الدعم من كل الجهات المسؤولة وتحديدا المجلس العسكري في هذه الفترة، الذي أعلن مرارا وتكرارا أنه سيدعم هذه الأحزاب الوليدة، هذه الأحزاب الشابة التي ينتظر أن يكون لها شأن في المستقبل وأن تكون هي البرواز الأهم للحياة الحزبية في مصر بعد أن تتوارى الأحزاب اللي هي احنا سئمنا منها وعجزت أو فشلت عن فعل أي دور في تغيير الواقع المؤلم في المجتمع على مدى السنوات الطويلة الماضية. الأستاذ علي السيس، كنت عايز أعرف بس حضرتك مرشح في أنهي دايرة؟ احنا إن شاء الله في دايرة اسم أول منصورة بإذن الله. يعني تتوقع ايه حيث الاسلاميين والليبراليين لهم ثقل شديد؟ والله الانتخابات معركة شرسة لا شك. طبعا الاخوان بشكل عام منظمين، السلفيين لهم قاعدة، الليبراليين، الوفد، الثورة، الوسط، تالي هيبقى فيها 10 قوائم، مش عارف هياخدوا مين ولا مين. الحزب لسه وليد، هل يعني الوقت اسعفكم يكون لكم قواعد؟ بالتاكيد لا، لسه الوقت طويل، لكن تجربه بدايه، والبدايه دائما بتكون صعبه، لكن بعد كده الامور بتبقى اسهل ان شاء الله. يعني انتوا لسه بادئين في الانشطه يعني؟ اكيد، لسه من اسبوع. مش دي مجازفه نزولكم في الانتخابات دي تعتبر مجازفه؟ انت اسال بقى رز الشمس، هو الاستاذ طارق زيدان هم